في الحرب الباردة لا دبابات هادرة أو سرايا من الجنود تمشي نحو العدو، بل الجواسيس هم السلاح المختار. لكن ساحة المعركة عالية الخطورة. ليست المشكلة أن يتم كشفك، بل أن يشي بك شخص قد لا تعرفه أصلاً كي يتم إعدام أشخاص بتهمة التجسس. بعد سنوات من التوتر المتصاعد بين القوتين العظميين في العالم، تهدد المواقف السياسية والمخاوف من هجوم وشيك بتحويل الحرب الباردة إلى ساخنة. إنها حركة جريئة فعلاً من جانب خروتشوف، وكان كينيدي شاباً وهناك الكثير ليثبته. وجود هذه الأسلحة الهجومية لدمار الشام المفاجئ يشكل تهديداً صريحاً لأمن الأمريكيين وسلامهم جميعاً. تصاعد التوتر فجأة بشكل سريع، حيث أخذ كل طرف يهدد الآخر. وصل التوازن بين السلام والحرب إلى دقائق. في اللعبة المميتة، الجبان يستسلم أولاً، مصير العالم كله في خطر. بعد الحرب العالمية الثانية، وقفت القوى العظمى المنبثقة على شفير الدمار التام، بينما عمل الجواسيس على ضبط مناطق بكاملها في الظل. ومع تعمق الحرب الباردة توطن الارتياب في عالم العملاء المزدوجين والخلايا النائمة والشبكات السرية، محال الوثوق بأحد، والتهديدات في كل مكان. في 12 من أغسطس 1960 يقترب رجل روسي من طالبين أمريكيين شابين عائدين إلى فندقهما في موسكو. كانت لديه معلومات رأى من المهم مشاركتها مع الغرب، لكن ما كان بإمكانه دخول السفارة الأمريكية ببساطة ومشاركة المعلومات، كان عليه التواصل بطريقة مختلفة. منجذباً لذلك، يأخذ أحد الأمريكيين مغلفاً من الرجل. قال لهما: أرجو أن تمررا هذا المغلف إلى الاستخبارات، وكانت مجازفة كبيرة، فقد يفعل الطالبان أي شيء بذلك. أخذ الطالب الرسالة إلى السفارة الأمريكية، ثم وجدت طريقها إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية. من الأمور المميزة في الحرب الباردة أنها دائماً متعلقة بالحفاظ على السيطرة في وضع فوضوي جداً. تتغير الديناميكيات والعلوم بشكل سريع، والوضع بكامله خارج عن السيطرة. في أعقاب السباق لامتلاك الطاقة الذرية، تستمر الحاجة لاختراق أسرار الأعداء النووية في دفع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتحقيق تطورات تقنية كبرى. على كل طرف معرفة ما ينويه الطرف الآخر، لكن تركيزهما تغير. في مستهل الحرب الباردة، طور الاتحاد السوفيتي أسلحة ذرية بسرعة نسبياً. ما تغير مع استمرار الحرب الباردة هو عدد الأسلحة التي امتلكها كل طرف، وكيفية استخدامها وتوقيته في حال نشوء أزمة بينهما. يرسل كل خصم جواسيس بارعين جداً ليحتكوا بالنخبة، ويحاول جذب مهندسين وعملاء ودبلوماسيين إلى طرفه، بمن يمكن الوثوق ومن انقلب. عقب نصرهما المشترك على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بدأت العلاقة بالتحول بين قوات التحالف والاتحاد السوفيتي. بانتهاء الحرب العالمية الثانية، انفض التحالف بين البلدين. لكن كانت هناك مؤشرات على هذا الشرخ حتى ما قبل صيف 1945. كانت الولايات المتحدة قلقة منذ مدة طويلة من الشيوعية السوفيتية والحكم الاستبدادي لجوزيف ستالين، بينما كان السوفييت معارضين جوهرياً للقيم الرأسمالية التي تفشت بقوة في الغرب الديمقراطي. حال القضاء على عدوهما المشترك، تبددت الحاجة إلى الاحتفاظ بوهم الثقة. باتت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مفتونين بلعبة المطاردة، جاسوس مقابل جاسوس. خلال الحرب الباردة كلها، قامت مديرية الاستخبارات السوفيتية الرئيسية أو الاستخبارات العسكرية الروسية بتعيين عملاء لجمع معلومات حول الحياة الأمريكية ووصولها العسكرية. فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، لكنها مرت بفترة عصيبة أكثر من غريمها. في مدن الغرب المتحررة نسبياً، من الممكن لمسؤولي الاستخبارات السوفييت مراقبة الأمريكيين والبحث عن أشخاص لديهم ضعف يؤهلهم للتجنيد. لا ينطبق الأمر نفسه على الاتحاد السوفيتي، فقد اعتمد الأمريكيون أكثر على ضباط سوفييت يأتون إليهم. كانت الرسالة الغامضة من أوليغ بينكوفسكي، ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الروسية، قادر على دخول غرف فيها ملفات عسكرية سوفيتية،
ومطلع على محادثات بشأن خطط سرية جداً. كتب في الرسالة: بين يدي مواد مهمة جداً حول مواضيع كثيرة ذات فائدة وأهمية كبيرتين لحكومتكم، أود إيصال هذه المواد إليكم. لإثبات صدق نواياه، احتوى المغلف أيضاً على هوية 60 ضابطاً استخباراتياً استراتيجياً رفيع المستوى معينين في أنحاء العالم. ما الذي يدفع بضابط رفيع المستوى كهذا إلى عدم الانشقاق ببساطة، بل المجازفة ليقوم بدور عميل مزدوج؟ الخطر على أولئك الأفراد حقيقي. إذا أمسكوا بشخص وهو يتجسس ضد بلاده، فهو حتماً في خطر السجن المؤبد أو الموت حتى. بدأ بينكوفسكي بفقد الثقة بالقيادة السوفيتية، وثمة افتراضات بأنه كان خائب الظن شخصياً بسبب تجاهل ترقيته، فصار ذلك محفزاً له، لكن أظن من الآمن القول أنه فقد إيمانه بالنظام السوفيتي. اعتقد بينكوفسكي أن شعبه يستحق قادة أفضل من أشخاص أمثال نيكيتا خروتشوف الذي قادهم إلى المجاعة والكساد. بنظر بينكوفسكي، خيانة حكومته وسيلة لإنقاذ بلاده. معظم الأسرار المحفوظة لدى الجانبين متعلقة بانتشار الأسلحة النووية لديهما. لحظة تفجير الروس أول قنبلة ذرية لهم، تحرك الأمريكيون فوراً وقالوا سنصنع الآن القنبلة الهيدروجينية، وصارت القصة بين أخذ ورد ككرة الطاولة. في مطلع الستينات، صنع كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، وأطلق كلا الجانبين بنجاح صواريخ باليستية عابرة للقارات بعيدة المدى. تستطيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أن تقطع آلاف الكيلومترات، يتم إطلاقها من الأرض وتقضي معظم وقتها في الفضاء الخارجي قبل أن تهبط نحو هدفها. وإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من روسيا نحو الولايات المتحدة قد يستغرق 20 دقيقة. في مطلع الستينات، كانت الولايات المتحدة تتقدم الاتحاد السوفيتي في إنتاج الصواريخ، لكن ليست تلك حقيقة معروفة بين الأمريكيين العاديين. استغل رئيس الوزراء السوفيتي نيكيتا خروتشوف نقص هذه المعلومات لصالحه. استغل خروتشوف هذا التبجح المهول ليتحدى الولايات المتحدة، وجعل الأمر يبدو كأن الاتحاد السوفيتي لديه تفوق هائل، وربما غامر في تصنيع الأسلحة النووية. أخبر العالم بأنهم ينتجون الصواريخ كما لو كانت نقانق. هذا سخيف، لكن هذا مقالة. واقع الأمر أن الترسانة الأمريكية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تفوقت على ما يمتلكه السوفييت بنسبة 4-1، لكن يبدو أن حيلة خروتشوف تركت الأثر المطلوب في الشعب الأمريكي. ما يعتمل في النفسية الأمريكية هو فكرة وجود فجوة في تصنيع الصواريخ، وهم يسيرون في أعقاب الروس. هذه الطريقة في استخدام الدعاية لتشتيت وإرباك العدو مطبقة باستمرار خلال الحرب الباردة. تلك تكتيكات تستخدمها الحكومات لتقديم نفسها على أنها تمتلك وسائل انتقامية مهولة في حال تعرضت لشيء من الاعتداء. ربما شك الأمريكيون في بعض التضليل أو المعلومات المغلوطة، لكن خطورة اعتبار ذلك خداعاً سيعني تحملهم عواقب وخيمة فيما لو كانوا مخطئين. تمكن نيكيتا خروتشوف من هذه الاستراتيجية جيداً، خرج ظافراً في المعركة السياسية على السلطة عقب وفاة جوزيف ستالين، وبدأ يجري بعض التغييرات. بعد موت ستالين سنة 53، دخل الاتحاد السوفيتي في فترة تغيير السياسة الستالينية. ألقى خروتشوف الذي كان من الموالين لستالين خطابه السري الشهير في عام 1956، منتقداً فيه الحكم القاسي للزعيم السابق، وبدأ عملية جعل المجتمع السوفيتي أقل قمعاً. لكن يبقى رئيس الوزراء عازماً على الحفاظ على مظهر القوة للاتحاد السوفيتي، ولن يدع الغرب يضعهم في موقف ضعف. أصبحت الولايات المتحدة متقدمة أكثر من الاتحاد السوفيتي من حيث الأسلحة النووية والعلوم والتكنولوجيا والقوة، وأراد خروتشوف دفع الاتحاد السوفيتي إلى الأمام. المفتاح في نجاح دعاية خروتشوف أن الأسرار السوفيتية طي الكتمان، إلا أن العملاء المزدوجين أمثال أوليغ بينكوفسكي يجتهدون في كشفها. عليه دخول مكاتب تتوافر فيها المعلومات والتقاط صور لها، ثم نقل تلك الصور والأشرطة الاستخباراتية إلى شخص آخر لتغادر موسكو.
شعر الأمريكيون بأن التعامل معه صعب جداً، فلجأوا إلى القنوات البريطانية. جندت الاستخبارات البريطانية رجلاً بريطانياً يدعى غريفيل وين، وكان يسافر بشكل متكرر إلى روسيا للتجارة، وهو شخصية معروفة لدى الروس. يفترضون أنه سيتم تحري أمره بين حين وآخر. كان مدنياً ولم تكن لديه خبرة في العالم الاستخباراتي، وكان يضيع كماً جيداً من المعلومات. كان قد تم تجنيد وين سلفاً لتنفيذ مهمة أخرى باختراق اللجنة الحكومية السوفيتية للعلوم والتكنولوجيا، وهي مؤسسة تغطية لعملاء الاستخبارات السوفيتية والاستخبارات العسكرية الروسية الذين يتجسسون على التكنولوجيا الغربية. كان بينكوفسكي عضواً في تلك اللجنة. قدم ذلك ذريعة جيدة لكثير من الاتصالات التي تثير عادة شكوك الاستخبارات السوفيتية. بينكوفسكي هو المتخصص في القوات الصاروخية السوفيتية، يستخدم موقعه لتصوير آلاف الوثائق عالية السرية بكاميرا مصغرة، العديد منها رسوم تفصيلية وخطط لتصنيع الصواريخ. ما مداها المجدي؟ كم تستغرق لتصيب أهدافها؟ ما النظام الحساس الموجود فيها؟ جميع المعلومات الحيوية التي تمكن الأمريكيين من الاستعداد دفاعياً. أكدت المعلومات التي قدمها بينكوفسكي في النهاية أنهم كانوا يبالغون في تقدير قوة الصواريخ الروسية. يزعم خروتشوف أن صواريخه متطورة لدرجة أنها كما قال تستطيع أن تصيب ذبابة في الفضاء، بينما وفقاً لمعلومات بينكوفسكي وتقاريره لم يستطيع إصابة ثور بآلة بالالايكا. بينما لديهم حفنة فقط من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لدى الاتحاد السوفيتي مئات الصواريخ متوسطة المدى. كذلك لدى الولايات المتحدة ترسانة مذهلة من تلك الصواريخ، ولديهم أفضلية مميزة. ما زال الاتحاد السوفيتي انعزالياً جداً، فصواريخه ضمن نطاقه فقط أو ضمن الكتلة الشرقية. لم تصل الصواريخ السوفيتية إلى الولايات المتحدة باستثناء ألاسكا. أما الصواريخ الأمريكية فكانت في أماكن مثل تركيا على حدود الاتحاد السوفيتي. في عام 1961 نصبت الولايات المتحدة صواريخ PGM-19 جوبيتر في إيطاليا وتركيا. ليست صواريخ جوبيتر باليستية عابرة للقارات، بل هي صواريخ قصيرة المدى يمكن إطلاقها من دولة مجاورة، ولأن تركيا قريبة جداً فالصواريخ قادرة على إصابة أهداف كثيرة ضمن الاتحاد السوفيتي. بينما يستغرق صاروخ سوفيتي باليستي عابر للقارات 20 دقيقة ليصل إلى واشنطن، باتت الصواريخ الأمريكية تستغرق 10 دقائق لتبلغ موسكو. يشعر السوفيات بأن الأمريكيين وصلوا إلى نطاق تأثيرهم في ميدان الأسلحة النووية، وذلك تحد لهم بنظرهم. غير عارفين بوجود تسريب في النظام الذي يبدو محكماً، يدرك السوفيات أن عليهم نقل صواريخهم إلى نطاق قريب من الولايات المتحدة. لكن أين؟ قبل بضع سنوات اندلعت ثورة في كوبا، وهي إحدى أقرب الدول إلى الولايات المتحدة. هذه البداية فحسب، ستدور المعركة النهائية في العاصمة، تأكدوا من ذلك. كوبا أكبر جزيرة على البحر الكاريبي، تقع على بعد أقل من 150 كيلومتراً عن الولايات المتحدة. من عام 53 إلى 59 قاد الزعيم الثوري فيدل كاسترو جيشاً من الثوار للإطاحة بديكتاتور البلاد المدعوم من الولايات المتحدة فولنسيو باديستا. حين تسلم كاسترو السلطة في بادئ الأمر تواصل مع الأمريكيين، لكن كانوا لا يثقون به. رأى الأمريكيون في الثورات القومية آنذاك حركات شيوعية ورفضوا مساندته، وبدأوا يضيقون عليه طرق التجارة فيما يتعلق بالسكر وهو من الصادرات الأساسية في كوبا، فالتجأ إلى الاتحاد السوفيتي، وفي تلك المرحلة أعلن عن دعمه للشيوعية. وضع الأمريكيون خطة لسحق النظام الجديد قبل اكتسابه شعبية أكبر. حين أصبح كينيدي رئيساً في يناير سنة 1961 كان حديث العهد وغير متمرس وشاباً، وتحتم عليه إثبات الكثير. وافق الرئيس كينيدي على خطة لاستخدام مجموعة من الكوبيين المنفيين المدربين والممولين من قبل الاستخبارات المركزية لغزو كوبا عبر خليج الخنازير. كان الأمل أن يلهم ذلك الشعب المحلي على الانتفاض والإطاحة بكاسترو. وأخفقت العملية كلها. نفذ المنفيون هذه الخطة في 17 من أبريل 1961، لكن المجموعة سحقت سريعاً من قبل الجيش الكوبي.
أظن أكبر استخفاف من جانب الأمريكيين افتراض أن كاسترو لم يكن له دعم شعبي، وأن الكوبيين كانوا ينتظرون الأمريكيين ليأتوا ويحرروهم، ولم تكن الحالة كذلك. ترك الإخفاق وصمة على إدارة كينيدي. كانت أمريكا تكبر كقوة عظمى، وربما هيمنتها في العلاقات الدولية بدأت تأخذ منحاً خاطئاً مع الناس، فكانت بلدان أخرى كثيرة تشجع المستضعفين. ما لا يستطيع الإمبرياليون مسامحتنا عليه أننا صنعنا ثورة اشتراكية تحت أنظار الولايات المتحدة. بعد عملية خليج الخنازير بات كاسترو مقتنعاً تماماً بأن الولايات المتحدة ستحاول القيام بغزو آخر، وسيكون صريحاً هذه المرة. صار الكوبيون وكاسترو يبحثون عن حليف لحمايتهم، والسوفييت يبحثون عن حليف يساعدهم بحدود قريبة من الولايات المتحدة. المحادثات بين الاتحاد السوفيتي وكوبا واعدة لكلا الطرفين. يقدم كاسترو طلباً للحصول على أسلحة سوفيتية وجنود لدعم دفاعاته، بيد أن خروتشوف رفع سقف الرهان. بشكل أحادي ومن دون استشارة المكتب السياسي للحزب الشيوعي يوافق على نشر صواريخ باليستية في كوبا. عرض خروتشوف نصب صواريخ R-12 متوسطة المدى و R-14 متوسطة المدى الباليستية العابرة للقارات في كوبا. قد لا يبدو مدى الصواريخ متوسطة المدى بعيداً، لكنها قد تصل إلى خليج هادسون، أي بإمكانها تغطية الولايات المتحدة كلها تقريباً، وهذا ما يحقق التوازن في القوى أكثر في نظر السوفييت. إذا علمت الولايات المتحدة بنقل الصواريخ على مقربة كبيرة من شواطئها، فقد ترى في ذلك اعتداءً عليها يستثير رداً قبل أن يستعد السوفييت له. لكن حين تراقب الولايات المتحدة بحذر الشحنات التي تدخل كوبا، فكيف يمكن أن يدخل خروتشوف هذه الرؤوس الحربية الهائلة إلى البلاد من دون كشفه؟ تضمنت طريقة ابتكار السوفييت خطتهم إبقاء الجميع منخرطين في العملية في العتمة تماماً. في العام 1962 بدأ الاتحاد السوفيتي بعملية أنادير. تقضي الخطة بتوصيل الصواريخ وقسم من المشاة لتشغيلها في كوبا عبر سفينة تحت غطاء إرسال مساعدة زراعية. الاسم الحركي للعملية أنادير، وهو اسم مدينة في أقصى شمال روسيا، اختير لإرباك الاستخبارات الأمريكية. حتى المشاركون في العملية لم يعرفوا أين كانوا ذاهبين. كانوا يعطون عتاداً شتوياً للذاهبين إلى كوبا لجعلهم يعتقدون أنهم ذاهبون إلى منطقة بمناخ شمالي بارد. قلة فقط من كبار الضباط السوفييت أبلغوا بما يجري حقاً، مع مغادرة 85 سفينة من 8 موانئ سوفيتية. أول سفينة متجهة إلى كوبا وصلت إلى الجزيرة في 10 من يوليو 1962. كان النقل نشيطاً بين الاتحاد السوفيتي وكوبا، فقد أصبحتا شركتين في التجارة، وذلك شيء غير مستغرب بطبيعته. للحفاظ على وهم تقديم المساعدات الزراعية، ارتدى الجنود السوفييت لباس عمال الزراعة، وتم تمويه الصواريخ لتبدو كمعدات زراعية. دعم الأمريكيون أنفسهم نجاح عملية أنادير بصورة عفوية. حدث توقف في رحلات المراقبة لطائرات U-2 فوق كوبا بالتزامن مع نصب الصواريخ السوفيتية. كانت الولايات المتحدة ترسل رحلات منتظمة لطائرات U-2 فوق كوبا لمراقبة التطورات، لكن بعض تلك الطائرات في الجانب الآخر من العالم واجهت مشاكل، وقررت الولايات المتحدة أن الوقت حان لإيقاف الرحلات فوق كوبا، وأتاح ذلك وقتاً للسوفييت ليمضوا قدماً بمشروعهم على الجزيرة. ساعد بينكوفسكي وحده على إكمال فجوة الصور بمعلومات جمعها من خلف الستار الحديدي. كان بينكوفسكي جاسوساً وفير المعلومات، قدم آلاف الوثائق بما فيها مخططات أولية أساسية وصور التقطها، فكانت تلك المعلومة الاستخباراتية قيمة جداً للغرب. حين يعجز غريفلوين عن لقاء بينكوفسكي، تحول المعلومات إلى عملية ديستانت. يتضمن ذلك لقاءً سرياً في حديقة بموسكو مع جانيت تشيزوم، زوجة ضابط استخبارات بريطاني. يقترب بينكوفسكي من تشيزوم التي تدفع طفلها في عربة، ويعطيها علبة صغيرة من السكاكر للأطفال. السكاكر في الحقيقة لفافات من شريط مصور أو مستندات سرية.
أي شخص يراقبهما يبدو له أنه صادف طفلاً في متنزه، بينما ما فعله حقيقة هو تمرير معلومات استخباراتية فائقة السرية وذات أهمية عالية. حتى من دون صور طائرات التجسس، يتزايد الشك لدى الولايات المتحدة بشأن العلاقة السوفيتية الكوبية. تستأنف رحلات طيران U-2 فوق كوبا في منتصف أكتوبر. أثبتت طائرات U-2 أنها جزء هام جداً من عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية. قدراتها الباهرة على التقاط صور استطلاعية مكنت الولايات المتحدة من مسح دول أجنبية يعجز الجواسيس الأمريكيون عن اختراقها. اختارت الاستخبارات المركزية الأمريكية طيارين، الرائد رودولف أندرسون جونيور والرائد ريتشارد إس هايزر، لينفذا سلسلة من الرحلات الاستطلاعية السرية فوق كوبا. تزود طائرتا U-2 بكاميرات من طراز هايكون 73 بي قادرة على تحديد هوية أجسام بطول أقل من متر من ارتفاع يبلغ 18 كيلومتراً. الصور التي التقطتها طائرة U-2 هي التي تكشف أن السوفييت يصنعون شيئاً بالغ الأهمية في كوبا. في 14 من أكتوبر عاد طيران هايزر وأندرسون من مهمة بصور لمنشآت مجهولة قيد الإنشاء. في اليوم التالي رجع المركز الوطني لتحليل الصور التابع لوكالة الاستخبارات المركزية تلك الصور، وتعرف بالتحليل إلى مواقع لصواريخ باليستية متوسطة المدى بالقرب من سان كريستوبال. لكن يتطلب الأمر معلومة استخباراتية أخيرة للتيقن. معلومات بينكوفسكي هي التي ساعدت على ربط الأحداث معاً، إذ قدم معلومات حول كيفية بناء الاتحاد السوفيتي مواقعه الصاروخية. كانت هناك معلومة حول نمط مواقع التزويد بالوقود ومنصات إطلاق الصواريخ وأماكن تخزين الصواريخ، وكان تشكيلاً عسكرياً قياسياً. أكدت معلومات بينكوفسكي ما أظهرته صور طائرتي U-2، هذا ما كانت تخشاه الولايات المتحدة تماماً. اعتاد الأمريكيون وجود موسكو في مرماهم، ولم يعتادوا وجود واشنطن في مرمى المواقع السوفيتية. إنه إعلان حرب من المنظور الأمريكي. تم استجواب الرئيس كينيدي حول الوضع في كوبا في 16 من أكتوبر، وشكل في الحال مجموعة من المستشارين اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الأمن القومي أو إكسكوم. شكل الرئيس كينيدي لجنة إكسكوم للنظر في مجموعة الخيارات لديهم من المفاوضات في الأمم المتحدة إلى خوض الحرب. تكونت اللجنة من جون إف كينيدي و12 رجلاً آخرين، بمن فيهم نائب الرئيس ليندن جونسون ووزير الدفاع روبرت ماكنامارا ومدير الاستخبارات المركزية جون ماكون والنائب العام روبرت كينيدي. كان الرئيس ومستشاروه يتصارعون مع احتمالات وجود الصواريخ السوفيتية على مشارف الساحل الأمريكي. بينما السوفييت يجهزون مواقعهم الصاروخية، يواصل العميل المزدوج بينكوفسكي استغلال منصبه ضمن الاستخبارات العسكرية الروسية ليجمع معلومات حول عملياتهم في كوبا. يؤدي الروس لباقة تغليف الصواريخ مع كلمة صاروخ عليها، وهنا تغدو المعلومات الفنية الحقيقية عن ماهية الصواريخ الروسية مهمة للغاية. يزود بينكوفسكي محللي الصور الأمريكيين بمئات الصور المرتبطة بالصواريخ السوفيتية، بما فيها صور التقطت في استعراضات يوم النصر السوفيتي ومخططات ميدانية فائقة السرية. حين جمعوا ذلك كله معاً، عندها بدأت إدارة كينيدي بفهم نطاق وجدية هذا التهديد. صادف الفريق مخططاً للصواريخ السوفيتية الباليستية متوسطة المدى. أدركوا أنها الصواريخ نفسها التي شوهدت في صور طائرات U-2، أي أن السوفييت كانوا ينشرون صواريخ على التراب الكوبي بإمكانها ضرب الولايات المتحدة في أي مكان بين دالاس وواشنطن. كما استطاعوا معرفة أن مواقع الصواريخ تلك لم تكن جاهزة تماماً، فأعطت تلك المعلومات الرئيس كينيدي إحساساً بالوقت الذي لديه لحل تلك الأزمة. في 18 من أكتوبر التقى كينيدي السفير السوفيتي أناتولي دوبرينيان ووزير الخارجية السوفيتي أندري غروميكو. لم يذكر أي منهم موضوع الصواريخ في كوبا. بدلاً من ذلك أصر غروميكو على أن أي مساعدة عسكرية سوفيتية لهافانا هي لتحسين القدرات الدفاعية لكوبا فقط. ترك الرئيس ليتساءل إذا كانت الصواريخ التي رصدوها ليست في طور العمل بعد، وبالتالي ليست فعالة كوسيلة رادعة، أو أسوأ من ذلك
أيمكن أن يكون في الأفق هجوم مفاجئ؟ طاب مساؤكم إخوتي المواطنين، هذه الحكومة. في مساء 22 من أكتوبر ألقى كينيدي خطابا متلفزا مخطرا الشعب الأمريكي بوجود صواريخ في كوبا. صواريخ في كوبا، يجب أن تكون سياسة هذه الأمة إزاء أي صواريخ نووية تطلق من كوبا ضد أي بلد في النصف الغربي هجوما من الاتحاد السوفيتي على الولايات المتحدة، وسيتطلب ردا انتقاميا كاملا على الاتحاد السوفيتي. أثناء الخطاب أعلن كينيدي أيضا عن حصار على كوبا مطلقا عليه الحجر لتفادي تضمين حالة حرب في كلامه. أي سفينة من أي نوع تتجه إلى كوبا قادمة من أي بلد أو مرفأ يتم العثور على احتوائها شحنات من أسلحة هجومية سيمنع دخولها. مع سريان الحصار البحري توجهت الغواصات السوفيتية نحو خط الحصار، اقترابها أكثر من ذلك قد يشعل نزاعا دوليا. ليس واضحا ما قد يحدث، هل تشق السفن الروسية طريقها بالقوة؟ هل تطلق السفن الأمريكية النار عندئذ؟ سيستدعي قرارنا. في خطابه طالب كينيدي السوفييت بإزالة صواريخهم الموجودة في كوبا. في 24 من أكتوبر رد خروتشوف، كرر زعمه أن الصواريخ لأغراض دفاعية فقط، ورفض طلب كينيدي بإزالتها. بينما استخباراتك تخبرك بالقدرات العسكرية فلا يمكنها إخبارك بالنوايا. بالنسبة إلى الأمريكيين نظروا إلى تلك الأسلحة على أنها أسلحة هجومية، بينما تراها كوبا دفاعية لحمايتها ضد الولايات المتحدة، تماماً كما ترى روسيا الصواريخ في تركيا على أنها هجومية، بينما تراها الولايات المتحدة دفاعية. يسمي خروتشوف الحصار عملاً عدوانياً، ويبلغ كينيدي بأنه أمر السفن السوفيتية بتجاهله، إلا أن معظم السفن السوفيتية استدارت وعادت إلى أوروبا. القلة التي تحدت الحصار تبين أنها لم تكن تحمل شحنات محظورة. ليست الأزمة مرتبطة بالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فقط، بل هي تحدث في كوبا طبعاً. مع وصول السوفييت والأمريكيين إلى طريق مسدود، يخبر فيدل كاسترو وخروتشوف بأنه إذا غزا الأمريكيون التراب الكوبي فلن يكون هناك خيار سوى الرد بتوجيه أول ضربة نووية. قلق خروتشوف كثيراً، علم أن السبب الوحيد لوجود الأسلحة النووية هو التهديد ولا يمكن استخدامها. في 26 من أكتوبر عرض خروتشوف صفقة بسحب الصواريخ السوفيتية مقابل وعد بألا تغزو الولايات المتحدة كوبا، لكن في اليوم التالي تلقت واشنطن طلباً جديداً. وما كان طلب خروتشوف؟ سحب الصواريخ من تركيا. كان الرئيس كينيدي ولجنة المستشارين يتبحثون حول كيفية الرد على هذه الشروط الجديدة حين تلقوا خبراً مقلقاً. حين بدأ أن الأزمة كانت تتحرك نحو الانفراج، تلقت الولايات المتحدة خبراً بأن إحدى طائرات U-2 بقيادة الرائد رودولف أندرسون تم إسقاطها فوق كوبا. كان التوتر على أشده. كان بوسع الولايات المتحدة الرد بالقوة العسكرية بالتحلل من التقدم الذي أحرزته بدفع كلا البلدين أكثر نحو الحرب أو اختيار الدفع قدماً نحو الاتفاق. أدرك كينيدي أن الغاية لم تكن استفزازية، بل كان قراراً اتخذه القادة في كوبا، وبالتالي وافق الأمريكيون على تجاوز الحادثة والمضي نحو حل أزمة الصواريخ الكوبية. بعد 13 يوماً على بدء مواجهة كان العالم خلالها على شفا نشوب حرب نووية، تم التوصل إلى اتفاق. في 28 من أكتوبر 1962 أصدر خروتشوف تصريحاً بأنه سيتم تفكيك الصواريخ السوفيتية وإزالتها مقابل تعهد أمريكي بالبقاء خارج كوبا، لكن هناك صفقة تم توقيعها سراً ولم تكشف أمام الشعب. في الليلة السابقة التقى روبرت كينيدي سراً بالسفير السوفيتي واتفقا على إزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا. كان مهماً جداً للولايات المتحدة ألا يظهر وكأنهم يزيلون صواريخهم من تركيا نتيجة لإزالة الروس صواريخهم من كوبا، بل كانت الأزمة كلها مرتبطة بالروس الأشرار.
يستمر التضليل وتمرير المعلومات المغلوطة، وحتى الأعمال العسكرية كسحب الصواريخ من تركيا أو من كوبا يجب روايتها أو تقديمها بطريقة تدعم قصة السيادة التي للدول. بينما كان العالم ينظر إلى أفعال كينيدي بتأييد، لم تكن سمعة خروتشوف تلقى ترحيباً. كان ذلك خداعاً من قبل خروتشوف، ودفع الثمن إذ عزلوه عن السلطة. لكن كوبا هي الخاسر الأكبر. في نظرهم بدا لهم أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تخليا عنهم وبقوا بمفردهم. بينما تنفس البلدان الصعداء، لا يمكن قول الأمر نفسه عن الجواسيس الذين ساعدوا الولايات المتحدة على النجاة من الأزمة. طبعاً كان الروس يطاردونهم. في 29 من أكتوبر 1962 سافر غريفل وين إلى بودابست التي يحتلها السوفييت. نصحوه ألا يذهب، لكنه ذهب بأي حال في ذروة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فأدى ذلك إلى اعتقاله من قبل السلطات السوفيتية. تم سجن وين ومبادلته، لكن بالنسبة إلى بينكوفسكي كانت نهاية الرحلة. جرى توقيف بينكوفسكي قبل أيام في ذروة الأزمة، حالما أدرك السوفييت أن معلومات فائقة سرية تم تسريبها إلى الغرب. داهم ضباط الاستخبارات الروسية شقته، واكتشفوا كاميرا مينكس كانت تستخدم لتصوير وثائق سرية. جعل الاتحاد السوفيتي من بينكوفسكي مضرباً للمثل، إذ مثل أمام القضاء العلني حيث أذيعت جرائمه على الملأ، ثم أعدموه ليكون عبرة لما سيحدث لغيره ممن يخونون الاتحاد السوفيتي. لكن كيف عرف السوفييت أن بينكوفسكي ووين كانا مسؤولين عن ذلك؟ كان للاتحاد السوفيتي عملاؤه المزدوجون الذين يعملون في الولايات المتحدة، من بينهم ويليام ويلان، مساعد لكبار القادة العسكريين في البنتاغون، جاك دونلاب، موظف في وكالة الأمن القومي. عمل كلاهما سراً لحساب الاستخبارات السوفيتية، وحذر السوفييت بشأن بينكوفسكي قبل بدء أزمة الصواريخ الكوبية. هناك عميل مزدوج يتعرض للخيانة من قبل عميل مزدوج آخر يعمل للطرف الآخر، وهذا يظهر فوضوية ذلك النوع من عالم الاستخبارات حقاً. بوجود عملاء مزدوجين يعملون في الشرق والغرب، بات صعباً معرفة بمن تثق. إنه تحدٍ، هناك عدم تصديق فطري أن ضابط استخبارات انتسب لخدمة بلاده سيكون مستعداً للانقلاب وتزويد الطرف المعادي بالمعلومات، لذا علينا خوض عملية التدقيق في دوافعه وتقييم حالته النفسية، إضافة إلى المعلومات التي كان يقدمها لتحديد ما إذا كان ذلك حقيقة أم قصة مفبركة ضده. دوافع المنشقين والعملاء المزدوجين غير واضحة دوماً. نتحدث عن الدوافع المعهودة مثل المال والأيديولوجيا والإكراه والكبرياء، لكن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، ووظيفة الضابط المسؤول عن القضية فهم تلك الدوافع لمعرفة كيفية الإفادة منها. بعض خيرة المتطوعين الذين مروا أمثال بينكوفسكي كانوا مدفوعين بالأيديولوجيا. ستكون الأيديولوجيا الدافع الأساسي أيضاً لعميل مزدوج آخر. من مصادر المعلومات الهامة عن الجواسيس السوفييت الذين يعملون في الولايات المتحدة، ضابط سوفيتي آخر من الاستخبارات العسكرية يدعى ديمتري بولياكوف. بعدما خدم في الحرب العالمية الثانية، تم تجنيد بولياكوف من قبل الاستخبارات العسكرية الروسية وارتقى سريعاً في الرتب، يدعي أنه وفي بشراسة للاتحاد السوفيتي، لكنه اشمأز من فساد القادة السوفييت. أمضى بولياكوف عدداً من السنين ما بين الخمسينات والستينات في صفوف الوفد العسكري السوفيتي لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. بينما كان في الولايات المتحدة، تواصل مع المباحث الفيدرالية لإخطارهم بأن لديه معلومات لهم. في نوفمبر 1961 في منتصف الليل في مركز مدينة مانهاتن، اجتمع بولياكوف بعميل المباحث الفيدرالية جون ميبي. عرض خدماته كمخبر. لإثبات صدقه، طلب ميبي من بولياكوف تقديم أسماء 6 موظفي تشفير في مقر الاستخبارات العسكرية الروسية في واشنطن. وافق بولياكوف على ذلك. بدأ بولياكوف عمله مع المباحث الفيدرالية ضمن عملية كورتشيب المغازلة، وهي مهمة لتحديد هوية جواسيس سوفييت يعملون ضمن الولايات المتحدة. أعطي الاسم الحركي توب هات.
قدم معلومات قيمة عبر لقاءات سرية في منازل آمنة ضمن نيويورك. أعطاهم بولياكوف أسماء، وهذا شيء مهم، فتلك عملتك الضرورية لو كنت عميلاً مزدوجاً. في أواخر عام 1962 استدعي بولياكوف ثانية إلى مقر الاستخبارات العسكرية الروسية في موسكو، ما أعطاه وصولاً إلى معلومات سرية أكثر قيمة. كشف بولياكوف أسماء ضباط عسكريين أمريكيين دفعت لهم الاستخبارات العسكرية الروسية والاستخبارات السوفيتية لتقديم معلومات سرية بمن فيهم أحد خوانة أوليغ بينكوفسكي، الرقيب جاك دونلاب. أحد الأشخاص الذين حددهم بولياكوف رجل يدعى فرانك بوسارد، وهو بريطاني يعمل في وزارة الملاحة الجوية على الصواريخ الموجهة بعيدة المدى. في عام 1961 كان العملاء السوفييت يراقبون بوسارد، وأدركوا أن لديه وصولاً إلى وثائق فائقة سرية، كما علموا أن لديه مشاكل. إذا كنت تحاول تجنيد جواسيس أو تحويل أشخاص إلى عملاء مزدوجين، فإنك تبحث عن نقاط ضعفهم. ألديه مشاكل مادية؟ ألديه مشاكل إدمان؟ ألديه أي نوع من المشاكل العائلية؟ أي شيء قد يزودك بنقطة وصول إليه؟ كان بوسارد يعاني مشكلة في الإدمان ومشاكل مالية. استغل السوفييت ذلك لفائدتهم وتقدموا منه بعرض الوثائق البريطانية مقابل المال. في تلك المرحلة من الحرب الباردة كنا بعيدين عن موضوع المتطوعين ومن آمنوا بالشيوعية والمثل السوفيتية ومن عملوا مع الاتحاد السوفيتي لأنهم آمنوا به. بدلاً من ذلك نرى الآن أشخاصاً يتجسسون لحساب الاتحاد السوفيتي بسبب حاجتهم إلى المال. صور بوسارد مستندات سرية تضمنت في غالبيتها معلومات أنظمة صاروخية ورادارات ونقلها إلى السوفييت. مقابل كل رزمة من الصور كان يتلقى 2000 جنيه. تلقى تعليمات بالاستماع إلى قناة راديو موسكو في أيام معينة في كل شهر في وقت محدد خلال عرض واحدة من 5 أغاني روسية شعبية. كانت تلك إشارات له ليذهب ويجمع وثائق معينة من مكتبه. كان يأخذ الوثائق إلى فندق ويصورها هناك. أعطي بوسارد 9 مخابئ حول لندن. يترك الجاسوس المعلومات في قرميدة مفرغة أو أنبوب في حديقة ما، ويترك علامة في مكان آخر بأنه ترك الإرسالية، ثم يأتي عميل الاستخبارات متدرجاً نحو ذلك الموقع ويأخذها. لفت بوسارد انتباه الاستخبارات البريطانية حين بدأ يسرف في الإنفاق. تأكدت شكوكهم حين زود العميل المزدوج بولياكوف المباحث الفيدرالية الأمريكية بنسخ عن وثائق دفاعية بريطانية مسروقة سلمها بوسارد إلى السوفييت. بعد أسابيع من المراقبة واجه عملاء الاستخبارات البريطانية بوسارد في 12 مارس عام 1965 في فندق آيفنهو في لندن. تمكنت السلطات من الإمساك ببوسارد متلبساً في غرفته في الفندق ومعه الوثائق كلها والكاميرا، وتم اعتقاله. أبهرت معلومات بولياكوف حول بوسارد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي بدأت باستخدامه كمصدر معلومات في عام 1965. منحوه اسماً حركياً جديداً هو بوربن. بعد جولات من العمل في بورما والهند، عاد بولياكوف ثانية إلى موسكو في منتصف السبعينات حيث تابع التجسس. لكن كان التجسس في موسكو صعباً للغاية. كان الجميع تحت المراقبة والتدقيق، فاحتاج إلى طريقة جديدة لنقل المعلومات لم تكن واضحة كطريقة المخابئ أو لقاء شخص لتسليم المعلومات. من الطرق التي جربتها الاستخبارات المركزية للتقليل من أخطار التواصل المرئي استخدام التواصل عبر المذياع، مع أن لذلك مشاكل، فمن الممكن اعتراض التواصل عبر المذياع. لحل هذه المشكلة أعطاه فنيو الاستخبارات المركزية جهازاً خاصاً يحمل باليد معروفاً بجهاز الإرسال بالرشق. يمكنك إدخال الضربات الأساسية في نظام ذاكرة، وبسرعة كبيرة ترسل تلك الضربات الأساسية برشقة فتذهب مباشرة. يجب أن تكون قريباً نسبياً من المستقبل، وفي هذه الحالة السفارة الأمريكية في موسكو ستفي بالغرض. كان يمر بجانب بناء فيرسل الإشارة، ثم يتلقى الإشارة شخص في المبنى لديه تقنية استقبال.
ذلك النوع من الرسائل الذي قد يستغرق دقيقة ليتم نقله إذا أدخلته يدوياً ينتقل خلال ثوان عبر هذا الجهاز. بقدر ما أصبح أصعب على السوفييت التقاط محتوى الرسالة، لكن الأهم هو موقع المرسل. تقاعد بولياكوف من الاستخبارات العسكرية الروسية عام 1980 لتنتهي علاقته مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لكن عام 1984 وجد العملاء الأمريكيون الذين يراقبون الصحافة السوفيتية زاوية مقلقة في مجلة روسية ساهم فيها بولياكوف بين حين وآخر، تضمنت وصفة لطهي الغراء وهو طائر مائي صغير معروف في أوروبا الشرقية. كانت تلك إشارة بولياكوف بأنه في مأزق، تلك الإشارة تحذيرية للأمريكيين. الوصفة هي آخر ما سمعه الأمريكيون من بولياكوف. كانت شائعات تظهر بين فينة وأخرى، لكن بقي اختفاؤه لغزاً طوال سنوات. جاءت الإجابة عام 1994 مع اعتقال أحد أنشط الجواسيس السوفييت في التاريخ الأمريكي. يمضي ألدريتش إيمز عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية إطلاق السراح المشروط. يوكل إلى إيمز العمل في مقر الاستخبارات المركزية في قسم الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية. يتطوع هناك سراً لمساعدة ضباط الاستخبارات السوفيتية في السفارة السوفيتية في العاصمة واشنطن ليصبح عميلاً مزدوجاً. بعدها بفترة وجيزة دفعت له الاستخبارات السوفيتية $50,000. بدأ إيمز يشتري البزات الإيطالية، واشترى سيارة جاغوار ثمنها يساوي راتب نصف سنة. كان يفترض به أن يعرف كيف يتصرف، لكنه اعتقد أيضاً أنه أذكى من الجميع. بحلول عام 1994 اعتقد عملاء الاستخبارات المركزية أنهم وجدوا الرجل الذي كشف هوية بولياكوف. عميل مزدوج يسلم عميلاً مزدوجاً، وهكذا تسير الأمور. إنها مأساوية لكنها متوقعة. لكن بعد سنوات عدة حدث اكتشاف آخر. يبدو أنه ليس واحداً فقط، بل ساعد أمريكيان على تسليم بولياكوف. أوصل ألدريتش إيمز المعلومات، وكذلك فعل روبرت هانسن. كان هانسن يعمل لحساب المباحث الفيدرالية وعمل في الاستخبارات المضادة، كما تمتع بحرية الوصول إلى معلومات فائقة السرية من حيث المصادر التي كانت تعمل لحساب الأمريكيين. عام 1985 قرر البدء ببيع الأسرار إلى السوفييت كعميل مزدوج. في 18 من فبراير 2001 يتم اعتقال هانسن واتهامه بالتجسس. تلقى هانسن أكثر من $1,400,000 على امتداد 16 سنة لتقديم معلومات فائقة سرية متعلقة بالأمن القومي إلى الاتحاد السوفيتي وروسيا. تضمن جزء من تلك التسريبات معلومات عن نشاطات بولياكوف. لا يمكنك أن تطلب مزيجاً فتاكاً أكثر من شخص يعمل في الاستخبارات المركزية الأمريكية ويعمل مع المباحث الفيدرالية ويقوم بتسليم عملاء أمريكيين. بعد كشف أمره من قبل إيمز وهانسن، اعتقلت الاستخبارات السوفيتية بولياكوف في عام 1986. الملابسات غير واضحة، لكن شبه المؤكد أنه جرى إعدامه. معلومات بولياكوف مهمة جداً، أعطى معلومات كثيرة حول التجسس، لكني أرى أن أهم شيء قدمه لا صلة له بالجاسوسية بالمعنى التقليدي. في الستينات أرسل بولياكوف معلومات إلى الولايات المتحدة أن العلاقة بين الصين والاتحاد السوفيتي تتغير وأن هناك شرخاً بينهما. في بداية الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية حليفين، إذ أخذ الاتحاد السوفيتي دور الأخ الأكبر للشيوعية والصين تسير على خطاه. بدأت الصين والاتحاد السوفيتي يسلكان اتجاهين مختلفين عقب وفاة جوزيف ستالين في عام 1953. حديث خروتشوف ضد ستالين في محاولته نقل الاتحاد السوفيتي إلى المستقبل تسبب برد فعل عكسي، جزء منه جاء من رئيس الحزب الشيوعي ماو الذي لم يوافق على انتقاد ستالين. سلسلة من الوعود التي لم تتحقق، مثل قرار خروتشوف إلغاء تسليم نموذج أولي لقنبلة ذرية إلى الصين، ما قاد البلدين إلى التباعد أكثر. في أواخر الستينات كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر يبحثان عن طريقة لاستغلال هذا التحول. استغلت الولايات المتحدة ذلك كإمكانية لتطوير بعض الاتصال مع الصين في محاولة لإضعاف الاتحاد السوفيتي.
حين تسلم الحزب الشيوعي الصيني السلطة عام 1949، رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة ماو، لكن في عام 1972 تحرك نيكسون لإعادة فتح العلاقات بينهما. عرف عن نيكسون أنه معاد بشدة للشيوعية، لكنه قام بحركة جريئة وهي الاجتماع برئيس الحزب الشيوعي ماو ثم الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية. بحلول عام 1979 أقامت الولايات المتحدة والصين علاقات دبلوماسية كاملة، لكن علاقة الصين مع الاتحاد السوفيتي لم تعد حتى أواخر الثمانينات. ومنذ ذلك الحين متنت الصين تدريجياً علاقاتها مع سليل الاتحاد السوفيتي روسيا الاتحادية. بينهما عدد من الاتفاقات، ونفذتا تدريبات عسكرية معاً. إنهما تتعاونان معاً بالتأكيد في الساحة العالمية. ما شاهدناه خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية هو إعادة التوجه الجوهري، إذ تبقى روسيا قوية جداً من نواحٍ كثيرة، بينما تأخذ الصين مكانها. تزعم الحكومة الأمريكية أن العديد من الهجمات الإلكترونية الصينية استهدفت الولايات المتحدة. رداً على ذلك، قدم الرئيس جو بايدن استراتيجية للأمن القومي تصور الصين على أنها تهديد طويل الأمد لأمن البلاد. لأننا مترابطون كثيراً عبر الوسائط الإلكترونية، فمن السهل مهاجمة البنية التحتية الحساسة لبلد آخر. يمكن أن تكون هناك استراتيجية تدمير أخرى متبادلة، حيث إذا قررتم استهداف بنيتنا التحتية فسنستهدف بنيتكم. في العقد المنصرم وحده، فتحت الولايات المتحدة قضايا عدة عالية المستوى ضد عمليات تجسس صينية كانت تحاول جمع بيانات أمريكية كثيرة تتضمن معلومات شخصية لموظفين في الحكومة الأمريكية وأسرار تجارية لشركات أمريكية في القطاع الخاص. وفي عام 2020 القرصانان الإلكترونيان لي جاي يو ودونغ جاي جي، اللذان يزعمان أنهما يعملان بالنيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية، جرى اتهامهما من قبل وزارة العدل الأمريكية بسرقة بيانات مهولة الحجم من مئات الشركات حول العالم. تزداد الصين قوة بينما تتضاءل قوة الولايات المتحدة، وقد نشهد تحولاً جوهرياً في توجه السياسة العالمية وبالتالي في التاريخ. هل بدأت حرب باردة في القرن الحادي والعشرين مع الصين هذه المرة؟